في وسط الميدان الى الصالحي او اياد ابو غرقود. كره عند الحارس احمد شبل، طويله الكره بطوله الدوري، كره طويله عند العتال، العتال ولكن احمد شبل اقرب من العتال في الكره الماضيه. نادي شباب الخليل المركز الاول 42 نقطه، لعب 18 لقاء فاز، فليس فريقا عاديا لان له تاريخ، ومن له تاريخ له حاضر وله مستقبل. الأمعلي ليس بالفريق العادي، الأمعلي من كبار القوم في فلسطين. هنا التصويب الماضي ومحاولة خليل العبرات، لكن سأتحدث عن الأمعلي تحديدا في هذا الموسم الذي لا يعطينا الكثير من التفاؤل. من 10 هدف يحمل الرقم 11 وسجل 11 هدف حتى الآن شباب، لكن ردة فعل ممكن ستكون حاضرة. هذه كرة إلى العتال، أوه صالحي. هنا الإعادة الماضية، لاحظ التصويبة التي كانت من اللاعب فهد العتال. عبيد أبو ربيع بحث عن رأسية عند العتال، الكرة عند أبو ناي، أوه تامر يحتفظ بالكرة، يرسل كرة عرضية ولكن الكرة مرت لا تقف، رغم أن الفريق قد محمود أبو وردن، محمود السال كرة عرضية مقوسة خطيرة، اللاعب هيثم دي كرة خطيرة، لاحظ الكرة المعرضة التي كانت من اللاعب محمود أبو وردن، رأسية ذيب، ولكن رأسية ذيب كانت تقف موقف المتسلل في الكرة الماضية. بالتعادل الشباب الآن، هذه كرة مقوسة خطيرة، ولكن أحمد شبل يا عيني عليك، أحمد شبل بكل تألق يتصدر الكرة الماضية. فوز بلاطة بالثلاثة أهداف مقابل هدفين، هذه كرة قوية ولكن تصدي لأحمد شبل. يا عين عليك يا شبل، أنت أسد ولست شبل، أنت أسد، أنت كبير في هذا اللقاء، تصدي خرافي في الكرة الماضية. لاحظ الكرة الماضية، عبيدة بربيع تصويبة، يا سلام على ردة الفعل، يا سلام يا شبل. بين في بطولة الدوري لاعب بإمكانيات كبيرة، لو كان متواجد كان سيعطي حلول هجوم. الذي يعاني من إصابة، هذه كرة طويلة لكن سهلة عند الحارس أحمد شبل. إذا عمر شبان يدخل بالرقم ثل أو أحمد أبو ناهية، هذه كرة مقوسة خطيرا، أحمد شبل بالبراعة في هذه الأوقات، لأن الخروج بالتعادل أفضل من الخسارة. للاعبي شباب الخليل، هذه محاولة، الكرة عند اللاعب محمود أبو وردن، محمود أبو وردن تصويبه، الكرة ما زالت عند اللاعب مجد يونس، مجد يونس يحاول، الكرة ما زالت يمررها نحو يوسف الأشهب، إرسال كرة عرضية من يوسف الأشهب، هذه محاولة ولكن الكرة لم تكن قد وصلت نحو اللاعب فهد العتال أو اللاعب أحمد أبو نهيان، وهنا تأتي صافرة الحكم إسحاق الكيلاني.